وللمزيد عن سرقة إيران للنفط العراقي من الحقول الحدودية وملفات الفساد المتعلقة باستيراد حكومة بغداد الغاز الإيراني، ينضم إلينا بشأن هذا الموضوع عبر سكايب من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، بداية مرحبا بك. هذا التقرير ربما ليس التقرير الأخير لموقع أويل ريبورت، يتحدث هذا الموقع ويؤكد أن إيران تقوم بالاستحواذ على النفط العراقي ضمن الحدود المشتركة بينها وبين العراق لسنوات طويلة، ولكن حكومات ما بعد العام 2003 المتعاقبة، هل هي مغيبة من هذا الموضوع؟ هل هي مغيبة لا تعرف بذلك؟ تحية لكم. حقيقة هذا الموضوع عميق إلى درجة بحيث غلب كثيرا من النشاط والحركة في داخل أروقة الحكومة العراقية، والتي اتصفت بالضعف الكبير جدا أزاء أي نوع من أنواع التعاون أو القضايا المشتركة مع إيران، خصوصا بعد 2003. نلاحظ أن الحقول المشتركة الموجودة ما بين العراق وإيران تمتد لمحافظة البصرة وكذلك العمارة وكذلك أيضا ديالة، وقد تصل إلى حتى مناطق السليمانية وغيرها، لأن هذه الحقول لم يتم العمل بها بشكل جيد جدا وتطويرها إلا بعد أن بدأت عمليات التفاهم الغير قانوني ما بين الحكومة العراقية وإيران، خصوصا الحقول الكبيرة جدا كما هو في حق مجنون اللي يعتبر من الجانب الإيراني ما يسمى بأزادكان. هذا من الحقول الكبيرة جدا، إضافة إلى حق الفكة وغيرها، وكذلك أيضا في خانقين مناطق مختلفة نلاحظ تحوي كميات كبيرة جدا من الوقود الأحفوري، سواء الغاز أو سواء النفط. المشكلة الجوهرية والأساسية أن ضعف الحكومة منذ 2003 ولغاية الآن في كل الجوانب. أولا في الجانب السياسي نلاحظ هناك عملية تمفصل ما بين المصالح الإيرانية التي غلبت هذا الجانب على مصالح العراق، خصوصا في الجانب النفطي. يعني حق المجنون يحوي ما لا يقل عن 31 مليار برميل من النفط، وهذا حقل سابقا بدأت عمليات العمل به قبل 2003 بدون تدخل إيراني، ولكن حاليا وضعت الحكومة الإيرانية أن هذا حقل من الحقول المشتركة. كذلك أيضا في الفكة أن هناك بعض الآبار اللي استولت عليها إيران واتهمت العراق بأن هذه حقول مشتركة والعراق يعمل على استنزاف. نحن نتحدث عن سنين طويلة تقوم إيران بشفط النفط العراقي بدون أن يستفيد المواطن العراقي من ثروات بلده، وأن هذه أموال النفط الهائلة المليارية كلها تذهب لصالح الحرس الثوري الإيراني، بدليل يعني هناك أيضا من ضمن نفس التقرير يتحدث تقرير أويل ريبورت يتحدث عن شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات في العراق سيوكل إليها عمليات إنتاج النفط خلال المرحلة المقبلة، يعني في الحقول الحدودية. يعني ألم يكفي 20 سنة من أموال النفط الضائعة لصالح إيران، المسروقة لنقل لصالح إيران؟ هذا الجانب حقيقة هو تخادم مصلحي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للواقع الاستراتيجي للأهداف الأساسية. الولايات المتحدة الأمريكية إقليميا لا تريد المواجهة العلنية سواء عسكريا أو اقتصاديا أو غيرها مع إيران، ولذلك هي فارضة العقوبات إعلاميا، ولكن من جانب ثاني سمحت
لإيران باستنزاف كثيرا من الإيرادات العراقية، ومنها بيع النفط والغاز والكهرباء والمشتقات النفطية إلى العراق بقيمة لا تقل عن بين 5 إلى 6 مليار دولار سنويا. غير ذلك أن الحقول المشتركة وخاصة هذا اتضح بشكل جلي جدا في جولة التراخيص الخامسة للعام الماضي والتعاقدات التي حصلت مع عديد الشركات التي قد تكون هذه الشركات محلية ضعيفة لا تمتلك الخبرة في هذا المجال، أو أن هذه الشركات اسميا تتعاقد مع شركات من الباطن عاملة بالعراق كشركات صينية أو شركات ماليزية أو غيرها من الباطن، ولا تظهر أسماؤها بعمليات الإنتاج والتنفيذ لهذه المشاريع. ولذلك نلاحظ أن إيران استثمرت هذا الجانب، حيث يوجد ما لا يقل عن 24 حقلا مشتركا بين العراق ودول الجوار ومن ضمنها إيران. لذلك نلاحظ القوة العاملة في إيران خاصة الحرس الثوري المهيمن أمنيا وحتى سياسيا واقتصاديا في إيران. قبل فترة من الزمن تعاقدت الحكومة الإيرانية مع شركات محلية إيرانية بقيمة 11 مليار دولار لعملية تطوير الحقول، وكذلك أيضا طيب أستاذ صباح وكذلك قيمة يعني 20 مليار أخرى بعد مرور أقل من أسبوع تم التعاقد مع شركات محلية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ماذا عن العقوبات الأمريكية؟ ما الموقف الأمريكي من استثمار إيران لحقول النفط الحدودية مع العراق؟ يعني هناك عقوبات أمريكية، ماذا عنها؟ بصراحة العقوبات الأمريكية على إيران في اعتقادي هناك غض طرف عنها بفترة وأخرى، يعني مسألة شراء الغاز العراقي والكهرباء وغيرها والمشتقات من إيران بين فترة وأخرى يتم عملية الترخيص لها كل 3 أشهر أو كل 4 أشهر من قبل الحكومة الأمريكية أن تسمح للعراق. لذلك نلاحظ جانب مهم جداً، أن هيمنة الحكومة الإيرانية على السلطة في بغداد في مسألة خاصة في مسألة النفط والغاز والاستثمار هي التي تمنع عملية تطوير الحقول بما يخدم العراق، وإنما بما يخدم إيرادات تعويضية تعمل إيران على الاستيلاء عليها. على ما يبدو أستاذ صباح ليس هناك حكومات منذ 2003 وإلى الآن، وعلى قدر الحكومات المتعاقبة يعني يقول مراقبون أنه لا توجد حكومات تخدم أو تريد خدمة العراق أو خدمة المواطن العراقي، وبالدليل هناك تناقضات واضحة حتى في الإعلام عندما تقول الحكومة في تصريحات لها أنها ستقوم بمنع الغاز المصاحب والإهدار بحرق الغاز المصاحب عند استخراج النفط خلال 3 سنوات، هذه من جهة، وفي نفس الوقت تقول أنه سنستورد الغاز من إيران ل5 سنوات لاحقة. يعني هذا التناقض ألا يثبت أمام المواطن العراقي أن هذه الحكومة تتلاعب بمصيره وتتلاعب بثرواته؟ بالتأكيد الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 ولغاية الآن تطلق من الوعود الكبيرة وتطلق من المشاريع الوهمية حقيقة لعملية امتصاص غضب الشارع العراقي. يعني لغاية الآن لم يلمس الفرد العراقي طبيعة وتطوير الخدمات في البنية التحتية بكل الاتجاهات والاستثمار الحقيقي للإيرادات المليارية والفلكية التي دخلت العراق مع ارتفاع أسعار النفط، أغلبها حقيقة يتم عملية هدرها أو سرقتها أو تحويلها إلى جوانب غير واضحة المعالم في خدمة
المصالح الإيرانية بالعراق أو إقليميا بالمنطقة. هذا الجانب الذي بدأ يتجذر بشكل واضح، ولذلك هناك وسائل التفاف كبيرة على العقوبات الأمريكية. بنفس الوقت العقوبات الأمريكية لا تشجع بعملية المواجهة الحقيقية لإيران. هذا جانب جدا جدا خطير ومهم. يعني الاستنزاف للنفط في المناطق الحدودية المشتركة من قبل إيران طيلة السنين الماضية أدى إلى خسائر كبيرة جدا للعراق، تقدر بمبالغ قد تفوق 100 مليار. وإضافة إلى العمل على تهريب النفط ومساعدة المافيات الخاصة بذلك، هذا جانب أيضا خطير جدا. يعني الحكومة الإيرانية لسيطرتها على السواحل الشرقية للخليج تسهل عمليات ومهمات كبيرة جدا مقابل أموال تدفع لهم في عملية تهريب النفط، ويهرب النفط يوميا ما لا يقل عن 100,000 برميل من خلال الأنابيب المهترئة القديمة الموجودة ممتدة من الحقول الجنوبية خاصة باتجاه الزبير وباتجاه ميناء البصرة وغيرها. لاحظ هذا التسهيل غاض الطرف عن الحكومة العراقية ولم تعمل على متابعته أو العمل على وضع مشروع لتجديد الأنابيب لتخفيض ومنع عمليات التهريب من خلال ذلك. هذه جوانب ساعدت إيران المافيات الموجودة في عمليات التهريب والتي تعمل على خدمة تعويض العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المصالح والتخادم المشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المنطقة هو الذي يحفز إيران بأنها تعمل على سرقة النفط العراقي في المناطق المشتركة في الحقول الشرقية. ولذلك نلاحظ لم تستفد الحكومة العراقية بتوظيف الإيرادات الحقيقي الذي دخل ما لا يقل عن 1,300 مليار دولار من 2003 ولغاية الآن، لم تنعكس على واقع المعيشي، تخفيض البطالة، تخفيض نسبة الفقر في العراق، تطوير الخدمات بكل بالتأكيد اتجاهاتها. بالتأكيد إذا كان الاقتصاد ريعيا ويعتمد على استخراج النفط من باطن الأرض ومن ثم توزيع جزء 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 يسير من هذه الواردات لتغطية رواتب الموظفين، والباقي الله أعلم أين يذهب. شكرا جزيلا لكم من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح حلو.